فارق عالمنا النجم الكبير سعيد صالح بعد معاناة طويلة مع المرض استمرت عدة سنوات في 1 أغسطس 2014 عن عمرنا هذا 76 عاما بعدما تدهورت الحالة الصحية للفنان مؤخرا وتم نقله إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة ودخل في غيبوبة ولم يفق منها خلال يومين سوى مرة واحدة فقط. وأكد الأطباء أنه لم يكن من المفترض أن يغادر المستشفى الفترة الماضية لكنه أصر على استكمال علاجه بالمنزل على أن يقوم بالذهاب للمستشفى دوريا، ولكن مع تدهور الحالة كان يجب أن ينقل فورا للمستشفى. وكان الفنان الراحل سعيد صالح قد تعرض لقرحة في المعدة وخضع لعملية نقل دم لمواجهة الأنيميا وظل في المستشفى قرابة الأسبوعين. زاره خلالها العديد من النجوم على رأسهم نبيل عبيد، كما عانى الفنان الكبير من خلافات شديدة وقعت بين زوجته الثانية وابنته هند التي تؤكد دائما أن زوجة أبيها تمنعها من زيارته أو العناية به. الفنان الكبير سعيد صالح ولد في 21 يوليو 1938 وعمل في أكثر من 500 فيلم وأكثر من 300 مسرحية وحصل على ليسانس الأداب عام 1960. عمل في المسرح واكتشفه حسن يوسف الذي قدمه إلى مسرح التلفزيون، كما إنه شارك عادل إمام في الكثير من أعماله السينمائية. تعرض في عام 2005 لآلام حادة في القلب بسبب ضيق في ثلاثة شرايين اشتهر بخروجه عن النص في الكثير من مسرحياته. حكت هند سعيد صالح 4 مواقف مع والدها خاصة جدا وقالت: عشت مع سعيد صالح 30 سنة في بيت واحد لغاية ما اتجوزت وخرجت من بيته، ما افتكرتش انه في 30 سنة دول اتعصب عليا ولا خصمني غير في موقف واحد بس لما دخلت عليه وقلت له: بابا انا قررت ان اكون زملكاوية، وبيني وبين نفسي ده عناد فيا مش اكتر، شوية غلاسة كده علشان اصله كان مقضيها ضحك على طول وقامت الدنيا وما قعدتش. بنتي انا زملكاوية، منين تيجي دي؟ طب اوري وشي للناس ازاي؟ وانا اضحك سليم والخطيب وعدل القيعي؟ وانا اضحك بنت اكبر اهلاوي متعصب تبقى زملكاوية وانا مسخسخة من الضحك؟ يومين لقيت عم مصطفى متولي الله يرحمه بيكلمني وبيقول لي: يا بنتي استهدي بالله، يا بنتي استهدي بالله وراجعي نفسك، ابوك مظلوم فيكي وهو ما عندوش غيرك. طب والله العظيم يومين بس وعدوا ولقيت كارنيه النادي الاهلي اتعمل لي وانا ما كنتش عضو فيه كنوع من الاغراء يعني علشان اتراجع عن موقفي، وبعتهولي مع عم مصطفى عشان كبرياءه منعه انه يفتح معايا الموضوع. الله يرحمك والنبي ما جاش ولا هيجي احلى ولا اخف دم منك. ده كان اول موقف، تعالوا نتعرف على الباقي. مسرحية قاعدين ليه؟ كان في فار في أوضة إنجي عالية في المسرح، أول ما شافته خافت وطلعت تتنطط على الكراسي. بابا الله يرحمه كون فريق بحث والحمد لله سيطر على الموقف ومسكوا الفار وقتلوه وخلوا إنجي تشوفه وهو مقتول عشان تتطمن وتدخل أوضتها تستعد للعرض. وأول ما إنجي شافته مقتول نزلت عياط على الفار اللي صعب عليها والجدع بقى اللي يسكتها وخلص اليوم. لكن ازاي سعيد صالح يعديها؟ تاني يوم اجر كراسي فراشة ورسهم صفين قدام اوضة انجي وبشرة وطبع ورق مكتوب عليه: انتقل الى رحمة الله فار انجي علي وسيقام العزاء اليوم بكواليس مسرح السلام، اللهم الهم انجي الصبر والسلوان. ووصى كل فرد في المسرح انه يعزي انجي اول ما يشوفها وقعد هو اول الكرسي ياخد العزاء. متخيلوا انتوا بقى الباقي؟ هو كده رايق فايق ضحك هزار تريقة اي حاجة غير الجد. اول ما تميت 18 سنة كنت فرحانة اوي اني بقيت مزمزيل وهطلع رخصة وهجيب عربية جديدة كبسن، هو وجاب لي عربية 127 اتعلم عليها الاول. اتعلمت وبقيت فردة في السواقة وفضلت بيها حوالي سنتين. عربية جديدة بقى ورحمة ابوك يا شيخ، قال لي: حاضر انت كنت قد المسؤولية وما عملتيش مشاكل بالعربية هجيب لك حاجة زيرو. ومفيش يومين وجابها وعملت حاسة محترمة مش عايزة يزعل مني ويقلب ويقول الناس هتقول بنت سعيد صالح ماشية بتخبط يمين وشمال، ما هو طبعا ابوها اللي جايب لها العربية. كشفت ارمار سعيد صالح قصة تعارفها عليه وقالت انه الراحل رآها في احدى المسرحيات واشاد بادائها ورشحها للمشاركة في احدى مسرحياته.
وأضافت إنه شعر بالإنجذاب والحب من الوهلة الأولى في لقائهما. وقالت إن سعيد صالح عرض عليها الزواج أثناء عملهما في المسرحية، ولكنها رفضت في البداية، وهو الأمر الذي جعله لا يتحدث معها. وقالت شيماء فرغلي إن سعيد صالح ظل يتابع أخبارها وسندها في فترة مرضها، حيث كانت تعتقد إنها مصابة بفيروس في الكبد بسبب تشخيص خاطئ. وكشفت إنها تزوجته في عام 2008 بعد ما يقارب من 7 سنوات من تعارفهما. وقالت إنه في البداية كانت تحترمه وتقدره بصفته الفنان سعيد صالح، ورفضت الزواج منه بسبب إنها صغيرة السن، ولكنها وقعت في حبه بعد فترة. وقالت شيماء فرغلي أن زواجها من الفنان الراحل لم يكن زواج مصلحة، وأن هناك من يعتقد إنها تزوجته حتى يساعدها في المشاركة بالأعمال الفنية. وأضافت شيماء إنها من البداية كانت تعمل في مسرح الأطفال منذ كانت في 13 من عمرها، وبعد زواجها من سعيد صالح عملت في مسلسل يمني بدور صغير، مشيرة إلى أن الفنان الراحل لم يساعدها نهائيا. كما أوضحت شيماء فرغلي أن الفنان الراحل سعيد صالح طلب منها ارتداء الحجاب والبعد عن الوسط الفني، قائلة طلب مني ألبس الحجاب وأبعد عن الوسط، وقال لي أنا خايف عليكي ولبس الحجاب فعلا 5 سنين عشان كنت بحبه جدا، لكن لما تعب حسيت إن الدنيا هتخنق علينا جدا فقلعت الحجاب وقررت ترجع للشغل. وأوضحت إنها لا تقصد بهذا إنها كانت تنفق أموالها عليه، ولكنها فكرت أن الحياة مشاركة، وفي حال مرور طرف بأزمة أو ضائقة فلابد من الطرف الثاني أن يسانده، وهذا ما فعلته. وأضافت شيماء أنا ساعدته لأن خيره مغرقني، هو ما كانش عنده رصيد في البنك، كل اللي كان بيملكه شقة في الإسكندرية، وأنا كنت بصرف من خيره لأنه كان عامل لي مصروف، ومعظم فلوس اللي في البنك كانت من فضله. واختتمت حديثها قائلة سعيد صالح هو أفضل إنسان قابلته في حياتي، وصاحب فضل في حياتي، وحفظني القرآن، وعلمني بعد الانتهاء من الصلاة إن سبح، وعلمني العديد من الأشياء من الدين والحياة،